عبر اليوم المحامون عن رفضهم لهذه الدورية، أولا لأنها تمس بالدستور وتمس بالمواثيق الدولية وفيها خرق للقانون، ثانيا لأنها تمس باستقلالية السلطة القضائية، لأنه نحن نعتبر على أن وزارة العدل يجب أن لا توقع دوريات، وأن السلطة القضائية دوريات مشتركة مع السلطة القضائية، والسلطة القضائية يجب أن تبقى بمنأى عن كل الدوريات والمناشير والتعليمات التي تعطى سواء للمحامين أو لغيرهم، لأن القضاء والعدالة هي ملجأ المواطنين الأول والأخير. جواز التلقيح أيضا يرفض المحامون الإدلاء به للمحاكم، انطلاقا من أن مراقبته من حيث الشكل يعني تحول دون ولوجهم إلى هذه المحاكم. المحامون أغلبيتهم ساحقة ملقحة، وقل ما نجد أن محامي غير ملقح، ولكنهم يقفون اليوم من أجل المبدأ، يقفون من أجل المبدأ لأن التلقيح اختياري ولا يمكن أن يسلم المحامون بأشياء غير قانونية. وأن المحامي لا يزال متشبتا بكون تلك الدورية الثلاثية تفتقد للمشروعية وخارقة للدستور، وبالتالي أي تنزيل كيفما كان الشكل دياله أو الصفة دياله لا يضفي عليها المشروعية ولا يخرجها من خانة مخالفة الدستور. الرسالة الثانية هو تنبين المسؤولين في الوطن أن المحامي كان من مدافعين على استقلال السلطة القضائية، وأنه اليوم عندما شعر بأن استقلال السلطة القضائية قد مس به وأصبح مهددا خرج ليدافع مرة أخرى عن استقلال السلطة القضائية، على اعتبار أن القضاء ينبغي أن يبقى في منأى عن أي تأثير، لأنه هو مناد المواطن. المواطن عندما يتضرر من تعسف الإدارات يلجأ إلى القضاء، ولا ينبغي أن يجد القضاء طرفا في تلك القرارات الغير المشروعة التي تمس بحقوق المواطنين. الرسالة الثالثة أن تلك الدورية خرقت القواعد العامة للمحاكمة، خرقت حقوق الدفاع، خرقت علانية الجلسات، خرقت الحق في التقاضي اللي هو حق أكبر من أي شيء. هذو هما الرسائل العامة التي حاولنا إيصالها من خلال هذه الوقفة اللي اعتبرنا وقفة إشارة، لعل الرسالة تصل إلى من يعنيه الأمر فيتدارك. هي الآن جميع الحقوق قد عطلت بهذه المحاكم بإضراب أو بمنع المحامون والموظفين، فجميع الحقوق قد عطلت، وهو ما يتنافى، والمادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الذي ينص على أنه لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يعني تساهمت أو أن يكون تنزيل هذا القانون معطل لإحدى المؤسسات أو لإحدى المرافق الحيوية للدولة، وهذا المرافق الذي هو مرافق العدالة ومن أهم المرافق، وقد تم تعطيله بفعل هذه الدورية. فالمحامون من هذا الموقع هم غير مقاطعين للجلسات بصفة نهائية كما يروج له البعض، فنحن نأتي كل صباح ونريد أن نلج المحكمة لنباشر مهامنا والدفاع عن مصالح المواطنين، إلا أننا نمنع من ولوج المحاكم بعلة عدم توفر على جواز التلقيح، والحال أننا كحماة القانون لا يمكن إلا أن ننصاع للقوانين التي تكتسب الشرعية، والقانون الوحيد الذي يجب أن يفعل وهو الذي سيصدر عن مؤسسة شرعية إن أرادت الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، غير ذلك لا يمكننا بأي حال من الأحوال موقعين كقانونيين وكحقوقيين أن نمتثل له أو أن نسمح بتمريره أو أن نصمت عليه. نحن أمام وقفة تاريخية لم يشهد لها مثيل، بحيث أن لم تشهد أي مهنة منظمة أن توقفت أمام محكمة النقد، وهذا يدل على أن الأمور أصبحت خطيرة جدا، وبالتالي نحن خلف نقبائنا وخلف المؤسسات المهنية وخلف فيدرالية جمعية محامي الشباب وخلف جمعياتنا، نحن صامدون ضد القرارات العشوائية وغير الدستورية لجنة الثلاثية، وبالتالي نحن هنا نؤكد أمام محكمة النقد على أننا سنكرر المجيئنا وحتى من طنجة إلى الجويرة. هي أننا نحن ضد إدلاء بجواز التلقيح
من أجل الاحتكام إلى السلطة القضائية والمطالبة بالحقوق. السادة المحامون والمحاميات ليسوا ضد التلقيح، وإنما ضد أننا إضافة شرط آخر من شروط التقاضي، وهو الإدلاء بجواز التلقيح من أجل مطالبة المتقاضين بحقوقهم. لا يعقل أبداً أن المتقاضي يجب أن يلجأ إلى محاكم المملكة وأن يدلي بجواز التلقيح ليدافع عن حقوقه، سواء كان مدعياً أو كان مدعى عليه، سواء كان متهماً أو مطالباً بالحق المدني. نحن هنا نرفع شعاراتنا ونقف وقفة كرامة واحترام، وأن المحامون لعبوا دور كبير في استقلال السلطة القضائية. اليوم نعيش ردة ديال ارتماء السلطة القضائية في أحضان السلطة التنفيذية، وهذا يشكل خطر على منظومة ديال العدالة داخل المغرب. فالوقفة ليست هي وقفة الجواز هو نقطة التي أفاضت الكأس، وبالتالي كان من الضروري على المحامون حماة الحرية، المحامون المدافعون على حقوق الإنسان، أن يقفوا هذه الوقفات للفت نظر جميع الجهات المسؤولة على أنه لا يمكن للمغرب أن يرجع إلى الوراء.